تمت العملية العسكرية عنا بالمنطقة الواقعة بين استيراد الدول جنوب القابون والمنطقة وطريق حرسكا القديم. ميامين الوطني يسحقون الإرهاب ويلاحقون فلوله على امتداد الأرض السورية. بقول للسيسي أنذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. إخوان مصر يعلنون الحرب على الشعب وارتفاع حصيلة المواجهات إلى 37 قتيلاً. والعراق تحت وطأة التفجيرات الإرهابية والبحرين تئن من عسف السلطات الحاكمة. نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس الأسد أن تضامن الشعب الجزائري الشقيق مع الشعب السوري يؤكد عمق الوعي القومي العربي، وأن الهوية القومية العربية كانت وستبقى الملجأ والحصن المنيع الذي يحفظ شعوبنا واستقرارنا. وعبر الرئيس الأسد خلال استقباله وفدا شعبيا جزائريا يضم عددا من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية برئاسة الدكتور عبد المجيد حامدي، عبر عن تقدير سوريا لمواقف الشعب الجزائري الشجاع، مؤكدا ثقته بأن بلد المليون شهيد المعروف بتاريخه النضالي للتحرر من الاستعمار ومواجهة التطرف والإرهاب سيواصل مع سوريا وشرفاء الأمة العربية الدفاع عن قيمنا العربية الأصيلة وكرامة الشعب العربي مهما اشتدت الظروف. وتناول اللقاء تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة العربية والعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين في سوريا والجزائر. وكان أحمد بدر الدين حصون المفتي العام للجمهورية أكد أن ثبات الشعب السوري في مواجهة العدوان سينقذ الأمة العربية بأسرها مما ورطت فيه من فتن ومؤامرات. وفي مقابلة مع قناة المنار اللبنانية أكد سماحة المفتي أن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار والكلمة الأولى والأخيرة، وهو الذي يحدد من يترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الوصيلة يجب أن تتجه صوب فلسطين لأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو المشكلة الأكبر في المنطقة. مشكلة بيننا الآن ليست مع الإسلامويين وليست مع العلمانيين وليست مع الاشتراكيين، مشكلتنا فلسطين. من وقف معنا في نفس الخندق عانقناه، ومن وقف مع العدو في صلح أو في استسلام نقول أنت في خندق ونحن في خندق. أكدت روسيا أن مشروع البيان الذي تقدمت به أستراليا ولوكسمبورغ إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مدينة حمص غير متوازن ويقوم على معايير مزدوجة. ونقلت وكالة إتارتاس عن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قولها: نأسف لأن مقترحاتنا المحددة فيما يتعلق بمشروع البيان الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ تم تجاهلها بالكامل، والأكثر من ذلك هو أن نص البيان الذي تم تداوله غير متوازن على الإطلاق، وهو يقوم على الكيل بمكيالين وليس له أي علاقة بالقضايا الإنسانية. وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في التوصل إلى إجماع حول مشروع البيان المذكور، وطالبت روسيا بإعادة صياغته كي يصبح أكثر توازنا وأن يتضمن الإشارة إلى بلدتي نوبل والزهراء اللتين يعيش سكانهما في حصار جراء الأعمال التي تقوم بها جبهة النصرة ومجموعات إرهابية مسلحة أخرى ترتبط بتنظيم القاعدة. أعادت قواتنا المسلحة الباسلة الأمن والاستقرار إلى الجزء الشمالي الغربي من مخيم السيدة زينب بريف في دمشق، كما أعادت وحدات أخرى الاستقرار إلى منطقة القابون الصناعية بدمشق التي تفصل القابون عن جوبر، وهي تمتد على مساحة 1.5 كيلومتر جنوبي القابون حتى العقدة المرورية على طريق المتحلق الجنوبي.
وبين موفد الدنيا إلى المنطقة أن هذه العملية ستقطع إمداد الأسلحة والمسلحين وتنقلاتهم بين جوبر والقابون وزملكا وحرستا. وحدات الجيش العربي السوري استطاعت التقدم بشكل كبير في منطقة القابون قرب دمشق، وبعمليات نوعية دقيقة استعادت السيطرة بشكل كامل على المنطقة الصناعية في القابون وعلى كافة المعامل المحيطة بكراج البولمان. هذه العمليات أدت إلى سقوط هذه المنطقة التي كانت تعد قاعدة لمعاقل المجموعات الإرهابية المسلحة في هذه المنطقة، وأدت إلى فصل وقطع كافة طرق الإمداد الموصولة بين جوبر وحتى القابون. تمت العملية العسكرية عندنا بالمنطقة الواقعة بين استيراد الدول جنوب القابون والمنطقة وطريق حرسكا القديم والطريق فاصل بين جوبر. المنطقة هذه تمت فيها كانت فيها مجموعات إرهابية مرتزقة. استطعنا بتضحيات جيشنا الباسل من ملاحقتهم في هذه المنطقة وتطويقهم والقيام بعملية ناجحة ومركزة والقضاء عليهم بأكبر نسبة ممكنة، والباقي لاز بالفرار، وهم كما تعلم أو لا تعلم هم من أجبن من خلق الله على الأرض. دمار خيم على صورة المشهد وصلاح ما بها أمس في انتظار التأهيل، وهو حال منشآت المعامل التي دخلت إليها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة مستخدمينها كمعاقل ومراكز لإجرامهم وإرهابهم. نحن الآن في المنطقة الصناعية في القابون، وتحديدا في الشركة المتحدة لصناعة الإسفنج التي دخل إليها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، وكما تشاهدون خلفي مسترا كان يستخدمه عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة لاستهداف عناصر الجيش العربي السوري والمنطقة بشكل عام، وأيضا آثار الدمار واضحة بشكل كبير على آلات وهذه المنشأة بشكل كبير جدا. أهمية هذه المنطقة كانت تكمن في كونها قاعدة لإرهابهم لتأخذ عملية إعادة السيطرة عليها مقص قطع الشريان الإرهابي الممتد من جوبر وإليها عبر أنفاق مخفية وطرق إمداد أشبه بشبكة مظلمة. اتجهنا من جنوب القابون باتجاه جوبر، حررنا معمل الصابون، معمل الأحذية، شركة الإلجي، آفاق وعدة أباني كانوا المسلحين متمركزين فيها، ودمرنا أوكار إلين وأنفاق ومقرات قيادي ومقرات عمليات إلين. تمت العملية العسكرية بين أوتوستراد دمشق خمسة الدولي وجنوب القابون. التماس المباشر بين قوات الجيش العربي السوري وعناصر الإرهاب بدأ من كراج البولمان، واتجهت وحدات عسكرية في البداية نحو الشرق من كراج العباسيين، ثم تباعا إلى الشركة الخماسية وشركة النقل الداخلي. تم تمشيط المنطقة بالكامل وصولا إلى منطقة الكراجات البولمان. تم الاحتكاك مع الإرهابيين بشكل مباشر وتم القضاء على معظمهم في منطقة البولمان وتم تنظيفه بشكل كامل. عناصر الإرهاب أسسوا في هذه المنطقة وكانوا قد وضعوا ثقلهم فيها، فكانت الأنفاق والسواتر داخل الأبنية ومستودعات السلاح والذخيرة وهما تحطم تحت ضربات الجيش العربي السوري، ومصانع عبواتهم الناسفة ومخططاتهم وخرائطهم التي وضعوا عليها أماكن تمركز وحدات الجيش العربي السوري لاستهدافها وقائع تثبت إجرامهم. استعادة عناصر الجيش العربي السوري السيطرة على هذه المنطقة، المنطقة الصناعية في القابون، قطع كافة طرق الإمداد من جوبر وإلى القابون، ويعد إنجازا هاما لوحداتها النوعية وتمهيدا لإنجازات أخرى في المناطق المجاورة. من المنطقة الصناعية في القابون لأخبار تلفزيون الدنيا، حيدر مصطفى. وفي هذه الأثناء وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد الإرهابيين، دمرت وحدة عسكرية عددا من أوكارهم وصواريخ كانت بحوزتهم في تدمر وحمص وريفها. وذكر مصدر عسكري أنه تم إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين في أحياء الوعر والقرابيس وقرب المصانع ومدرسة خديجة الكبرى بحي القصور والورشة وباب السباع. وفي ريف حمص وتحديدا مدينة تدمر عثرت وحدات من الجيش على مخازن أعدتها العصابات الإرهابية لجمع المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من أماكن مختلفة، كما دمرت عددا من صواريخ الراجمات كانت محملة في ثلاث شاحنات كبيرة عند بئر الأمير. يوما بعد يوم تنكشف خيوط المؤامرة وحقيقة من حملوا السلاح بوجه الدولة والمواطن بدعوى الحرية المزعومة. الجهات المختصة في تدمر عثرت على مسروقات من مكيفات وتوصيلات نحاسية وتجهيزات كهربائية وتوصيلات أنابيب مياه وغيرها
في إحدى المزارع بالقرب من معبد بيل، كان المسلحون قد سرقوها من أماكن مختلفة. كما فككت الجهات المختصة عددا من العبوات الناسفة المزروعة بالطريق الواصل بين فندق الديديمان وفندق سميراميس، ويتراوح وزن العبوة حوالي 15 كيلوغرام. وكذلك تمكنت الجهات المختصة في تدمر من تفكيك عبوة ناسفة لاسلكية كانت مزروعة على طريق تدمر دير الزور منطقة أرك، وقاموا بتفجير أخرى. هذه هي حرية العصابات الإرهابية، سرقات وزرع عبوات ناسفة لقتل المواطنين الأبرياء، فأي حرية تزعمون؟ وفي حلب وريفها دمرت قواتنا المسلحة تجمعات للإرهابيين عند دوار بعيدين وساحة المشهد في مدينة حلب بما فيها من أسلحة وذخيرة وأدوات إجرامية. كما تصدت وحدات عسكرية لمحاولات إرهابيين الاعتداء على سجن حلب المركزي ومشفى الكندي، وأوقعت أعدادا من القتلى والمصابين في صفوفهم غرب معامل الحديد والسيف والزجاج ومطحنة الهاشم وقرية حيلان وتلة المضافة ومطعم البلاكة. إلى ذلك ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطيرة داخل وكر للإرهابيين في إحدى مزارع منطقة بانياس. وأفاد مصدر مسؤول بالمحافظة لمراسل الدنيا في محافظة طرطوس بأن الكميات المضبوطة في مزارع منطقة بانياس شملت 79 برميلا من مادة البولي إيتيلين جليكول و67 برميلا من مادة مونو إيثيلين جليكول و25 برميل مونو إيثانول أمين و68 برميل دي إيثانول أمين و42 برميل تري إيثانول أمين. أقيمت في كنيسة السوريان الكاثوليك في الحسكة صلاة وقداس لروح الشهيد الأب فرانسوا مراد راعي كنيسة دير سمعان في الغسانية في ريف إدلب، والذي استشهد على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة. وأكدت الصلوات على رسالة المحبة والسلام التي كان يحملها الشهيد والتي أغاظت أعداء السلام فاغتالوه، مؤكدين أن سوريا كانت وستبقى رمزا للمحبة والأخوة والتعايش الجميل رغم كل ما يحاك لها، متمنين أن يعيد الله الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، وأن يهدي القلوب والعقول، وأن يعي من غرر بهم أنه ليس للإنسان إلا وطنه لكي يسهم في إعماره وبنائه لا في خرابه وتدميره. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترأسه اجتماعا نوعيا للمحافظين، أكد أن متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي بذل جهود استثنائية من أجل التصدي للحرب متعددة الأهداف التي تواجهها سوريا. وقال الحلقي خلال ترأسه اجتماعا نوعيا للمحافظين إن على محافظي المحافظات السورية مسؤولية كبيرة في تحسين الواقع الخدمي والتنموي والإداري في محافظاتهم واستنفار كافة الجهات الحكومية والفعاليات المختلفة لرفع سوية هذه الخدمات. أحد أسواق مدينة دمشق تحت عدستنا برفقة مديرية التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك، زيارة مباغتة أفردت الوضع الحقيقي للسوق والأسعار والجواب على لسان البائع ولسان المراقب من قبل الحكومة. حماية المستهلك شعار لم يكن المواطن السوري يسمع به، وعندما بدأ يتردد على مسامع السوريين كانت الأزمة قد أخذت مأخذها وأصبح الشعار بلا مستند يتكئ عليه. أسواق دمشق كغيرها من أسواق المدن السورية أصبحت بلا رقابة، لا ضوابط أخلاقية تلجم هذه السوق ولا ضوابط قانونية قادرة على كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي ينهش المواطن ودخله وربما ينهش صحته. زيارة إلى أحد أسواق دمشق برفقة مديرية التجارة الداخلية وبمواكبة من حماية المستهلك ومنتدب عن غرفة تجارة دمشق أظهرت ما أظهرت وما خفي كان أعظم. بناخذ عينات وإذا ريحة مباشرة بنكتب ضبط. هلا إذا لهم ريحة واضحة بنكتب ضبط مباشرة. أنت أصلا مخالف بفرمك للحمة، بفرم مسبق للحمة، مو تكب ولا تاكل عليها ضبط، هاي مخالفة. المعنيون بوضع الأسواق وأسعارها يعترفون بالارتفاع وربما يلمحون إلى فلتان في ضبط هذه الأسواق، واليوم
وبعد طول انتظار قرروا تكرار زياراتهم إلى الأسواق على أمل تجديد الرقابة وضبط الأمور. من خلال جولتنا منطقة الشعلان هلأ نحن أول ما دخلنا بالسوق شفتوا كنتوا معنا وجدنا عدم إعلان عن أسعار بالمواد الخضار والفواكه والمواد الزيتون وكمان رب البندورة والفليفلة الموجودة كانت ما في عليها إعلان أسعار. شفتوا أنتوا أخذنا منهم عينات رب البندورة ونظمنا ضبط بالمادة الزيتون عدم إعلان سعر ونبهنا بعض الناس اللي ما لهم حاطين أسعار بشكل كامل أنه يحطوا أسعارهم. هذا من وجهة نظر المسؤولين والمعنيين، أما من وجهة نظر المواطن فهناك شيء آخر. أنا ما أنا حسب ما عم بشتري عم بيع، مو بس أنا الحاجز علي، حتى وقت عم ينزل المنتج اللي عم المزارع اللي ينزل بضاعته عم بيتصل لهون بموت أحمر. والله نحن الجولات يعني نتمناها تصير كل يوم. ليش؟ لأنه أنا عم طلع هلا على كافة الأصناف المواد الغذائية مسعر 170 شاطب عليه كاتب عليه 225. لك يا أخي جولة دقيقة راح أكفي لك جولة التمويل شو بدها تساوي؟ إذا كل شيء مواطن عم يلم دولار يحطه ببيته، فقد السوق من العملة الصعبة، والناس عم تتحكم خايفة بالعملة الصعبة، وكله خايف لقدام، لك جننونا كل ما بتشتري شغلة بيقول لك الدولار الدولار الدولار، لك صرنا ننام بالبيت بيقول لك الدولار. الموضوع ليس بحثا عن من تسبب أو رفع سعرا أو خالف في مواصفات بضاعة ما، وليس أيضا عمن يحمل مسؤولية فلتان في الأسواق وتحرير جائر للأسعار. الموضوع بكل بساطة هي أن هناك من أطلق كلمة تقول لقمة الشعب خط أحمر، واليوم لم يبقى خطوط حمراء. أهالي محافظة الحسكة ما زالوا يعانون من المشاكل الخدمية، وأهمها استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميا وإيصالها لمدة 6 ساعات فقط. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. هموم وشجون كبيرة يعاني منها أهالي محافظة الحسكة، وأهمها انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميا. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك طمأن محافظ الحسكة المواطنين بأنه تم توجيه مديرية كهرباء الحسكة لوضع برنامج واضح ليراعي خصوصية شهر رمضان ويضمن العدالة للجميع بالتساوي في ساعات الكهرباء. يجري العمل حاليا على صيانة خط 230 دير الزور الحسكة لنتمكن من تأمين مصدر آخر أو خط آخر لنقل الطاقة الكهربائية للمحافظة. إن شاء الله في أيام رمضان الأولى شهر رمضان المبارك نكون قد أنجزنا هذه الأعمال. بالإضافة إلى هنا خطوط توتر 66 أيضا معطلة ضمن المحافظة، العمل جاري حاليا على إنهاء هذه الأعطال وإعادتها للخدمة. الكهرباء أنا اليوم من خلال أيضا من خلال ملاحظات أخواننا أعضاء مجلس المحافظة والطروحات اللي طرحت أنه موضوع الكهرباء وتقنين الكهرباء، وأنه أحياء بتجيها كهرباء وأحياء ما بتجيها كهرباء، أحياء بتجيها كهرباء ساعة وأحياء تجيها أربع ساعات، حسما لهذه الإشكالية ولهذا التداخل ولهذه التدخلات ولهذه العلاقات أحيانا صحيحة وأحيانا مشبوهة وأحيانا بشكل منظم وأحيانا غير منظم، طلبت من شركة الكهرباء أن تعد برنامج مقنن لكل أنحاء محافظة الحسكة، بحيث أن المواطن بيعرف أنه تنقطع عنه الكهرباء ثلاث ساعات تجي ثلاث ساعات من خلال الكمية المتاحة حاليا بين أيدينا. الكمية المتاحة هي 150 ميجا لمحافظة الحسكة، وعلينا أن نتحرك بهذه 150 ميجا. الأضرار التي لحقت بمديرية كهرباء المحافظة كبيرة جدا وتقدر بالملايين نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة على المحطات وخطوط نقل الطاقة. عسى أن يكون شهر رمضان شهر يحمل الخير للجميع. الوليد المشوه للأم المشوهة. أحمد الجربة رئيسا لائتلاف الدوحة حسب ما أعلن بل ما أعلن من اسطنبول من قبل المتحدث باسمه. وقعت مصر في المحظور بل وقعت في المحظور، فالإخوان تلقوا إشارة البدء من مرشدهم لتتحول ساحات وميادين عدة مدن في أرض الكنانة إلى ساحات حرب استخدمت فيها كافة صنوف الاعتداء. ومن أبرز عناوين المشهد المصري قيادة الجيش والقوات المسلحة
تنفي انشقاق تشكيلة من الجيش المصري، ومسلحون يهاجمون 4 مواقع للجيش المصري في محافظة سيناء والقبض على 17 بل 7 أشخاص على الأقل على خلفية إطلاق النار على الجيش المصري في سيناء، وعناصر من الإخوان يهاجمون قوات الأمن المصرية في السويس بالحجارة والقنابل الحارقة، واشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي مرسي بعد هجوم للإخوان المسلمين على أهالي مدينة دمنهور، ومجموعة من البدو يقطعون طريق الإسماعيلية بورسعيد، وأيضا تجدد الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضي في الأقصر والجيش المصري يتدخل. أيضا متطرفون يغتالون قسطا بالرصاص في منطقة المساعيد في مدينة العريش. خلافا لكل الإشاعات والأخبار التي تم تناقلها عن اعتقاله، ظهر مرشد الإخوان محمد بديع أمام مؤيدي مرسي معلنا بدء مرحلة العنف دفاعا عن شرعية الصندوق التي أسقطتها شرعية الميادين. وفي أول تباشير هذه الحرب سقط 25 قتيلا وأصيب أكثر من 300 جريح في ليلة واحدة في أعمال عنف انطلقت فور انتهاء المرشد من كلمته التحريضية في ميدان 4 العدوية، حيث دعا للاعتصام والعصيان المدني لحين عودة مرسي إلى الكرسي الرئاسي. نحن سنبقى كل الملايين، كل الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب الرئيس محمد مرسي على أعناقنا. هذه الكلمات أعطت الضوء الأخضر لمؤيدي مرسي كي ينزلوا إلى الشوارع في محاولة لاقتحام ميدان التحرير تارة واقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو تارة أخرى، والاعتصام أمام دار الحرس الجمهوري حيث جرى إطلاق رصاص حي في محيط الدار، لتشهد القاهرة واحدة من أكثر لياليها دموية حيث لم يكد يخلو شارع رئيسي من اشتباكات دامية بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. الصورة لم تختلف عن الإسكندرية التي شهدت هي أيضا معارك دموية استخدم فيها الخرطوش والحجارة بين المؤيدين والمعارضين، وكان تبادل لإطلاق النار قد وقع أمام دار الحرس الجمهوري بين جنود من الجيش ومتظاهرين إسلاميين. أما في شمال سيناء فقد قتل 5 من رجال الشرطة وجندي في هجمات شنها إسلاميون. وبالتزامن مع اندلاع أعمال العنف في ميادين مصر التي دعا إليها الإخوان، نفذ الجيش المصري حملة اعتقالات في الأوساط الإخوانية طالت النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرة الشاطر. مشهدان تعيشهما مصر حالياً، غليان في الشارع بين المؤيدين لمرسي والمعارضين، وإعادة ترتيب البيت المصري من خلال المضي في تنفيذ خارطة المستقبل التي رسمتها القوات المسلحة رغم غياب أي إشارة للتنبؤ بالمدى الزمني لهذه التصعيدات وهدفها، فإن السلطات الجديدة في مصر ماضية في خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة، ما قد يضع مصر من جديد أمام حرب أهلية مفتوحة لا يمكن التنبؤ بنتائجها في ظل تعمد الإخوان للجوء للعنف كوسيلة للتعبير عن رأيهم في ساحات مصر. هذا وكانت جماعة إرهابية جديدة أعلنت في وقت سابق عن تشكيلها وأطلقت على نفسها اسم أنصار الشريعة، هددت بالعنف بعد عزل مرسي لفرض أحكام الشريعة. وقالت الجماعة في بيان على موقع إلكتروني للمتطرفين في سيناء إنها ستجمع أسلحة وتبدأ تدريب أعضائها، معتبرة أن تدخل الجيش لعزل مرسي وأغلاق قنوات تلفزيونية ومقتل متظاهرين إسلاميين ترقى جميعها إلى مستوى إعلان حرب على الإسلام في مصر. هذا وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها مؤيدو مرسي في ميدان 4 وهم يوجهون التهديدات بتحويل مصر إلى ما يشبه أفغانستان ويتعهدون بالقضاء على السلم الأهلي في أرض الكنانة. بقول للسيسي أنذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر، كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين، اعرف لو كل واحد من دول، لو كل 10، لو كل واحد من 10 فجر نفسه في مجموعة
فانت السبب. بقول لك يا سيسي احذر يا سيسي، انت عملت طالبان وانت عملت قاعدة جديدة في مصر. ان الذي حدث هذا الان لم يحدث في تاريخ الدول ابدا، حدث مرة واحدة هذا الاقصاء وهذه الانتخابات المبكرة لم يحدث الا في امريكا سنة 74. ان الذي فعله السيسي انها خيانة عظمى، سيخرج الناس الى الشارع الان، ماذا سيحدث؟ ستحدث فتنة وسيحدث قتل. الشرعية مستمرة ونحن هنا في الميدان مستمرون حتى تعود الشرعية إلى الرئيس محمد مرسي. كلنا واقفون وراء الشرعية، مسلمون ومسيحيون هنا في الميدان. في الملف المصري أيضا، ما هي إلا ساعات وغيرت أمريكا لهجتها تجاه الأحداث في مصر، فأصدر مجلس النواب الأمريكي بيانا يدين ممارسات الإخوان خلال عام واتهمهم بنقص فهم الديمقراطية. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من جهته كالعادة أبدى قلقا لمجريات الأحداث في مصر، وصف في تصريح له ما يجري أنه لحظة جوهرية. يأتي ذلك بينما يغير الرئيس المصري المؤقت الواجهة الاستخباراتية ويعين محمد فريد التهامي رئيسا للاستخبارات، كما ألقي القبض على نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر. هو حكم الميدان يقلب صفحة الإخوان ويلوي ذراع الحلفاء، فتتلون الوجوه والتصريحات في بضع ساعات، وتتبرأ الحرباء الأمريكية من نموذجها الديمقراطي في المنطقة بحجة سوء الفهم والتصرف، فتعلن النيات بتصرف، وتعلن أيضاً أن ما حدث في مصر من إبعاد للإخوان انعطافة حادة على الأقل عليها. فأصدر مجلس النواب الأمريكي بياناً يدين فيه الممارسات الإخوانية خلال عام من الحكم لبست فيه الجماعة قشرة الديمقراطية، أما روح التطبيق فبقيت إخوانية. فثار الشعب وخلص رصيد مرسي، وما عاد أمام أمريكا إلا الصيد في عكر النيل واستجرار الموقف لصالحها. وكعادتها استدعت من يناصرها، فدخل بان كي مون المشهد المصري وهو الذي لم يعد يصلح للاستهلاك السياسي، فكان دور إبداء القلق كالعادة وترديد الصدى للصوت الأمريكي، مستبدلاً مصطلح الانعطاف باللحظة الجوهرية التي تمر بها مصر. ولم ينس رئيس المنظمة الأممية أن يذكر في تصريحه الساسة المصرية على اعتبار أن الوجوه تغيرت بين أمس واليوم، وخاصة الوجوه الاستخباراتية، حيث عين الرئيس المؤقت رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر محمد فريد التهامي، وعلى اعتبار أيضاً أن حلفاء الأمس أصبحوا في المعتقل، فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بعد صدور قرار النيابة العامة باعتقاله بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في الميدان الذي يحاول مناصرو الإخوان تسخينه انطلاقاً من ميدان رابعة، والذي قاده بالأمس المرشد العام للإخوان المسلمين مشجعاً التصعيد والعنف على الأرض والاستعصاء في الساحات حتى تحقيق النيات بعودة مرسي إلى الكرسي، الأمر الذي رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب داعياً الشعب المصري إلى إيجاد مخرج من الفتنة القبيحة، ومناشداً الجميع الحفاظ على طهارة اليد من التلوث بالدماء أو التخريب، ومؤكداً أن كل دماء المصريين حرام على بعضها. وأرجو أن يجد الشعب المصري مخرجاً سريعاً من هذه الفتنة القبيحة التي تحاول أن تضل برأسها على البلاد. وبين تحليل الإخوان للخراب وتحريم العلماء والعقلاء تهديم أم الدنيا، تنتظر مصر مزيداً من البيانات والقرارات ومزيداً من التناقضات والفوضى التي لا بد منها، على اعتبار أن ما جاء بالفوضى سيرحل بها أيضاً.
دمر الجيش العراقي أوكارا عدة لتنظيم القاعدة الإرهابي وأنفاقا قرب الحدود مع سوريا، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في محافظة الأنبار. من جهة أخرى، قتل 16 شخصا وأصيب 19 آخرون بجروح أمس في هجومين إرهابيين بسيارات مفخخة في العراق. وقال مصدر أمني عراقي في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في تفجير مزدوج لسيارتين مفخختين في سامراء، لافتا إلى أن الجهة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث لمعرفة الجهة المنفذة للجريمة. في البحرين، نظم الآلاف مظاهرة حاشدة قرب العاصمة المنامة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وللمزيد من الحرية والديمقراطية. وشارك في المظاهرة آلاف الرجال والنساء والأطفال وهم يحملون الأعلام البحرينية واللافتات المنددة بحكومة آل خليفة، مطلقين الشعارات المنادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين ارتفع عددهم إلى 600 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن السلطات اليمنية طلبت منها مساعدتها على مد يد العون إلى حوالي 200 ألف يمني كانوا يعيشون في السعودية بشكل غير شرعي. وقامت المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بطردهم وإعادتهم إلى بلدهم. وقالت المنظمة في بيان صدر في مقرها في جنيف إن السلطات اليمنية طلبت توسيع نطاق المستفيدين من الرعاية الصحية التي توفرها المنظمة للمهاجرين غير الشرعيين الآتين من دول القرن الإفريقي والذين يحاولون التسلل إلى السعودية عبر هذه المدينة اليمنية الحدودية مع المملكة، بحيث تشمل هذه الرعاية اليمنيين المطرودين من السعودية وبينهم من كان يقيم في المملكة منذ عقود. في موضوع منفصل أيضا، أعلن مصدر أمني يمني أن 3 شرطيين قتلوا وأصيب رابع بجروح السبت في صنعاء في انفجار قنبلة يدوية الصنع. وقال المسؤول نفسه إن العبوة كانت مخبأة في كيس بلاستيك وموضوعة عند نقطة تفتيش للشرطة في شمال العاصمة اليمنية. أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في ختام زيارة رسمية قام بها إلى تونس أنه سيتم تحويل 500 مليون يورو من الديون التونسية إلى استثمارات. وجدد أولاند رغبة بلاده فيما أسماه إعادة تأسيس العلاقات التونسية الفرنسية بتجاوز جروح الماضي، مؤكدا ثقته بتونس الجديدة التي تؤلف بين الإسلام والديمقراطية. وفي ترجمة إضافية لرغبة فرنسا في التهدئة بعد أن دعمت حتى النهاية تقريبا نظام زين العابدين بن علي، أكد أولاند في كلمة أمام المجلس الوطني التأسيسي إن الإسلام والديمقراطية متلائمان، مانحا ثقته لحكومة يهيمن عليها حزب النهضة الإسلامي. كشف استطلاع جديد للرأي في ألمانيا تراجع ثقة الألمان بالولايات المتحدة في أعقاب تقارير مسربة تكشف عن برامج التجسس والمراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة على عدد من الدول بما في ذلك الدول الأوروبية الحليفة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الألماني أن أكثر من ثلثي المستطلع آراؤهم أعربوا عن قلقهم بأن حكومتهم لن تكون قادرة على حمايتهم من عمليات التجسس الأمريكي على البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وسجلات الهاتف من قبل وكالة الأمن القومية الأمريكية التي كشف عنها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن.
عرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منح حق اللجوء الإنساني إلى المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الملاحق في بلاده بتهمة التجسس بعدما سرب معلومات سرية للغاية عن برنامج أمريكي سري لمراقبة الاتصالات العالمية، لينضم مادورو إلى رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا الذي أعلن رغبة بلاده منح سنودن حق اللجوء أيضا. ويواجه سنودن معضلة في طريقة مغادرة روسيا منذ أسبوعين بعد إلغاء الولايات المتحدة جواز سفره. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من بين عدد من الدول 21 التي كان تقدم لها إدوارد سنودن مستشار الاستخبارات الأمريكية السابق بطلب اللجوء، وهي الدول الأربعة ذاتها التي كانت قد منعت طائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس من العبور عبر مجالها الجوي للاشتباه بوجود إدوارد على متنها، على الرغم من تأكيد بوليفيا عدم وجود سنودن على متن الطائرة الرئاسية. سنودن ذو 30 ربيعا المتهم من قبل بلاده بالتجسس شكل إرباكا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على أكثر من صعيد، حيث أدت حادثة تغيير مسار طائرة الرئيس البوليفي إلى تغيير المسار في صورة العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والدول الأوروبية، وفي مستهلها إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منح سنودن حق اللجوء الإنساني. بصفتي رئيسا للبلاد قررت أن أمنح حق اللجوء الإنساني إلى الشاب سنودن لحمايته من اضطهاد أقوى إمبراطورية في العالم. من ناحيته رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا كان قد أعرب عن استعداد بلاده منح إدوارد اللجوء. نحن منفتحون ونحترم حق اللجوء، وإذا سمحت الظروف فسنستقبل سنودن بفرح كبير وسنمنحه حق اللجوء هنا في نيكاراغوا. صخب تصريحات كل من رئيس فنزويلا ونيكاراغوا ظهر أيضا بوضوح في تصريحات المسؤولين في بوليفيا، إضافة إلى غضب شعبي كبير في الشارع البوليفي. المحتجون قاموا من أمام القنصلية الأمريكية بإحراق أعلام كل من الولايات المتحدة والدول الأربع الأوروبية التي كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الرئيس البوليفي في رسالة واضحة إلى الحكومة الأمريكية. محلل الأنظمة ومسرب المعلومات عن نشاطات أمريكا التجسسية سنودن كان قد كشف مؤخراً عن قيام وكالة الاستخبارات الأمريكية بالتنصت على المكالمات الهاتفية والإنترنت على ملايين الأشخاص عبر العالم، ما يحلل الصورة المركبة التي كشفتها تحركات المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة. بدأت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثات حول إعادة فتح موقع كايسونغ الصناعي المشترك الذي يعد رمز المصالحة بين البلدين، وأغلق في نيسان أبريل في أوج التوتر بين الجانبين. وتأتي هذه المحادثات بعد أشهر من التوتر والتهديد بالحرب من قبل بيونغ يانغ على إثر تجربتها النووية التي جرت في شباط فبراير. ونتيجة هذا التوتر أغلق كايسونغ الذي كان قد فتح عام 2004 في إطار سياسة تقارب بين الكوريتين. بقي التذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. تمت العملية العسكرية عنا بالمنطقة الواقعة بين استيراد الدول جنوب القابون والمنطقة وطريق حرسكا القديم. ميامين الوطن يسحقون الإرهاب ويلاحقون فلوله على امتداد الأرض السورية. بقول للسيسي أنذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. إخوان مصر يعلنون الحرب على الشعب وارتفاع حصيلة المواجهات إلى 37 قتيلاً. والعراق تحت وطأة التفجيرات الإرهابية، البحرين تأن من عسف السلطات الحاكمة. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، نلقاكم بخير.